السيدة غاز مروان تعرف عروستها السورية على تقليد الحمام المغربي. شاهدوا المزيد من التفاصيل. ظهرت والدة غاز مروان وهي تشرح لعروستها السورية تفاصيل الحمام المغربي، واليوم فالعروس نشرت مجموعة من الاستوريات وظهرت مع عائلتها ومع عائلة العريس. اترككم مع الاستوريات، رايكم بخصوص هذا الخبر. اوكي سو هدول الاغراض اللي راح يستخدموها اليوم الحمام. سو هي شو؟ هذه حنة وهذه تبريمة. هاي تبريمة عبارة عن اعشاب مختلفة. اوكي حلو هاي. شو هذا اللون كثير حلو؟ كرفسي البربل. هاي النيلة. هذا من الغزال؟ ايوه غزال ونيلة. واو. وهذا الغسول. دول شو هذا الغسول؟ حنة. الحنة كمان. سواك. هاي تبع حفافة الاجرين. مشط مغربي. واو الله.